مشاكل كثيره في الاجتماع والحوار شاهد من اداء الشركه المحليه. الان انزيدان الكاتب الوطني النقابه الوطنيه النقل الطرقي للمسافرين. احنا اليوم جينا لمدينه مراكش قادمين لمدينه الدار البيضاء لحضور الجمع العام ونباركوا السي فؤاد الشاذلي على اعاده الثقه ديال الاخوان ديالنا فيه. السي فؤاد الشاذلي ما له من صفات ورجل مهني رجل مناضل ودائما كان يعني يدافع القطاع بواحد يعني بواحد الحب حقيقي بواحد الغيره حقيقيه. اليوم الاجتماع تخللته بعض التدخلات لبعض رؤساء الهيئات وكذلك جبدنا فيه بعض المشاكل القطاعيه اللي اليوم كدور في السوق كتروج في السوق. اليوم اللي بغينا نفسروا الاخوان نفسروا الحضور الكريم وعبر هذا المنبر ديالكم على اننا كهيئات ممثله للقطاع فاننا يعني كاع هاد الملفات اللي كاين اليوم يعني في الطاوله ديالنا راح كنناقشوها بعقلانيه. اليوم كاين ملف ديال التكسير، كاين ملف ديال المحطات الطرقيه. الملف ديال التكسير كاين بعض المشاكل اللي اليوم حنا نتمين هذاك المشروع ولكنه كيتضمنوا بعض الشروط وبعض الملاحظات اللي درنا عليها واحد يعني تعرض لدى الوزاره الوصيه وطالبنا من الوزاره الوصيه باصلاح بعض الخطوط من اجل انجاح هذا البرنامج اللي كنتمناو انه يعني ينجح ويعني وبالتالي يمكن ننفذوا الاهداف اللي بغات بذلك الدوله. فيما يخص المحطات الطرقيه، هذا المشكل الكبير ديال المحطات الطرقيه، اليوم نطالب السيد وزير الداخليه بتدخل التدخل ديالو العاجل، لانه خصوصا المحطه الطرقيه ديال الزيان كتعرف مشاكل كثيره وكثيره بزاف، اليوم المحطه ديال الزيان ولات بؤره للاجرام، اليوم المحطه ديال الزيان اي بلاصه تمشي لها الدار البيضاء الا المحطه ديال الزيان، اجرام كبير بزاف، مشاكل سيريه، مشاكل تنظيميه، التخوفات الاولى هذا رجع بالمردوديه الكبيره بالنسبه لقطاع النقل الطرقي المسافر. وبهذه المناسبة من هذا المنبر ديالكم نطالب بتدخل العاجل لإنقاذ هذا القطاع ولإنقاذ المحطة الطرق ديال بلاد زيان لأنها هي كتبقى هي الوجه الحقيقي لأي بيضاوي على الصعيد الوطني. وشكرا. ما هي الريس عندكم في هذه المحطة هذه؟ كيفاش تشوف هذه الخروقات هذه؟ واش غادي نوصلوا لشي هدف ولا لا؟ المحطة الطرقية أنا كندوي على المحطة الطرقية ديال بلاد زيان. حنا كنصبوا الاهتمام ديالنا كله للمحطه الطرقيه ديال الزيان. المحطه كاين واحد الاجتياح ديال الافارقه، اليوم الافارقه ولاو كياثروا على السير العادي للعمل في المحطه الطرقيه، ولاو كيجرموا الناس، ولاو كيضربوا الناس، واحد ضربوه والبارحه مات اليوم، المسافرين ما بقاوش كيجيو، الكلام النابي، الا هزيتي غير تليفون ولات الحافلات كتكسر من الاول حتى الاخر، مع من غدوي، ولا كيتشكل واحد الهاجس امني خطير على صعيد المحطه الطرقيه ديال الزيان، وهذا الشيء كان عندنا تواصل مع السلطات المحليه ولكن للاسف راه باقي الان كنتسناو ان يكون واحد القرار اداري باش على الاقل يتم تحويل دوك الافارقه من جوانب ديال المحطه الطرقيه. كاين شي رساله للناس المسؤوله دابا؟ كتصيفط شي رساله للناس المسؤوله؟ اي حنا صيفطنا رساله وكان عندنا لقاء مع السيد العام المشكور من هذا المنبر ووعدونا بان غتكون مجهودات وان غدار مجهودات. باقي لحد الان ما شفناهاش على ارض الواقع، باقي ما كاين حتى شي حاجه على ارض الواقع، وهذا اثر سلبا على السير العادي للعمل المحطه الطرقيه وعلى المردوديه ديال الحافلات، ورا الخمسه ديال العشيه وسته ديال العشيه ما بقاش كيجي المسافر المحطه الطرقيه زياده. كلمه الناس المسؤوله؟ اخر كلمه كنقول لهم بان المهنيين النقاله والهيئات اللي كيمثلوهم مادين يديهم من اجل اصلاح هذا القطاع، نحن نريد تاهيل هذا القطاع، وخصوصا ونحن مقبلين على تنظيم تظاهرتين افريقيتين افريقيه وعالميه. احنا اليوم مستعدين اننا احنا نتاهلوا في هذا القطاع واننا نخاطوا في جميع البرامج اللي غدير الدوله على شرط ان احنا تكون عندنا في المقابل واحد العمل يعني قاعدي وعمل معقول وعمل اللي كيبان تبان النتائج ديالو. وشكرا. شكرا.